ايه قاعدين مع بعضنا طول النهار ان شاء الله. هنبدا ناخد اوردر يعني اوردر اوردر كده ماشيين. هنبدا ان شاء الله بالليفر. لو بدانا نتكلم على الليفر احنا طبعا عارفين ان الليفر ده اورجن سوليد يعني اورجن له فوليوم. يبقى انا لو عايز اعمل اكزامينشن صح للليفر لازم اعمل سكان للليفر. ما ينفعش حد تحط البروب وتقول العيان خد نفس ونحطه في الناحيه الثانيه خد نفس ونقول انا شفت الليفر. فعليا حضرتك لما تعمل العمله ديت يبقى حضرتك خدت هنا سلايس وهنا سلايس لكن بقيه الليفر ما شفتوش. يبقى انا عشان اشوف الليفر كاملا لازم اسكان من اول الليفت لوب للرايت لوب ومن اول الدوم لغايه الانفيرو سيربس. ساعتها اقول ان انا كده عملت اكزامينشن للليفر. طيب عايز اشوف ايه في الليفر؟ انا عايز اشوف السايز، عايز اشوف التكشر، الفيسلز بتاعته، وعايز اشوف الانترهيباتيك بيلي رانكس. هناخدهم واحد واحد. لو بدانا بالسايز طبعا احنا عندنا مشكله ضخمه جدا ان حضرتك نفس العيان يعمل في ثلاث اربع اماكن كل مكان منهم بيطلع مقاس مختلف. ليه؟ لان كل واحد مننا بيقيس مكان غير الثاني. الكتاب بيقول في اماكن محدده في الليفر بالذات، يعني بقيه الاورجن في اماكن ممكن تقيس في اي حته تعجبك. لكن الليفر بالذات في اماكن لازم تقيس فيها اناتوميكال لاند مارك. يبقى انا لو عايز اقيس طبعا الرايت لوب بتاعي ما يزيدش عن 15، الليفت لوب ما يزيدش عن 10 سم. فين؟ بقيس فيه الليفت بقيسه في الميد لاين بالظبط عند زيف ستيرنم، الرايت بقيسه في الميد كلابيكال لاين او النيبل لاين. يبقى حضرتك لو قست في مكان تاني غير المكان ده مقاسك غلط. وبالتالي لو واحد طبعا الليفر ده عامل مثلث، لو واحد قاس الرايت لوب هنا، واحد قاسه هنا، واحد قاسه بره، كل واحد يطلع بمقاس. مع انه نفس العيان. لكن مره تانية احنا لازم كلنا نقيس في المكان ده. طيب لو عندي صوره ام ار اهيت، ده في الميد لاين بالظبط عشان شايف السباين، ده الليفت لوب. انا كده كاني بالظبط قاطع او شايف الصوره بتاعتي عند الزيف ستيرنم. الليفر بتاعي اهو، ادي الليفر، ده السوبيرو اسبكت بتاعه، ده الانفيرو اسبكت بتاعه. لما بحط البروب بتاعي بحط البروب هنا، بحطه انتيرور. طيب يطلع لي صوره ليفر مره ثانيه، ده ايدي لازم تتحط كده بالبنديكولار على العيان. يطلع لي صوره الليفر كده. طبعا ده مكان البروب، ده الانتيرور سيرفيس بتاع الليفر، ده الانفيرو سيرفيس، وده السوبيرو سيرفيس. من الاساسيات ان حضرتك تبقى ماسك البروب صح. يعني ايه ماسك البروب صح؟ يعني العلامه اللي في البروب ناحيه العلامه اللي موجوده في المارك اللي بتبقى هنا في الصوره. عشان حضرتك تطلع لي قانون ان حضرتك لازم لو حضرتك ماسك البروب صح في صوره لونجيتيودينال لازم يبقى الكرينيال ستراكشرز الناحيه دي والكودر ستراكشر الناحيه دي. يبقى انا مثلا حضرتك هو الدافرام فين؟ لازم تبص الناحيه تقول لي هو هنا. ما ينفعش يطلع لي الدافرام في الصوره الناحيه دي. لو طلع الدافرام في الصوره الناحيه دي يبقى حضرتك ماسك البروب مقلوب. وبالتالي حضرتك هتقيس غلط وهيطلع شغلك كله غلط وكل حاجه غلط. يبقى انا لو ماسك البروب صح في ال اس العلامه بتاعتي ناحيه راس العيان يبقى دوت السوبيريور سيرفيس اللي هو بتاع الدافرام. طيب هو انا عايز اقيس ايه في الليفر؟ عايز اقيس البعد ده اللي هو نفترض ان هو ده هيبقى واحد ولا البعد ده اللي هو اثنين؟ واحد ولا اثنين؟ لازم اقيس اثنين. مره ثانيه احنا عارفين الليفر لما بيكبر بيكبر لتحت. عمره ما يكبر انتر وسير. البعد ده ما ينفعنيش، انا ينفعني البعد ده. طب الصورة هنا هو فين؟ مرة ثانية البعد ده ليس لها أي قيمة، ده أنتروسير. ليس لها أي قيمة. أنا هقيس من الدافرام اللي هو هنا لغاية لور إند. ده ما يزيدش عن 10 سم. لو زاد عن 10 سم يبقى ده الليفت لوب انلارجد. أوكي؟ مرة ثانية أدي الليفر. اللي بيلعب هنا ده الهارت. اللي تحت الهارت ده الدافرام. مرة ثانية أنا شايف الدافرام شمال الصورة لأني ماسك البروب صح. يبقى اقيس من عند الدافرام من تحت الابيض، الابيض مش انكلود في المقاس. يعني الجزء الابيض اللي هو الدافرام مش في المقاس، ما بياخدوش معايا في المقاس. الدافرام اللي هو الخط الرفيع اللي حضرتكوا شايفينه ده، ده السايز بتاعه لما اقيسه فعلا على العيان هنا بلاقيه من 5 مللي لسنتي. وبالتالي مره ثانيه ده يفرق من مقاس واحد لواحد ثاني. فالدافرام مش انكلود في المقاس، انا من تحت الدافرام من تحت الخط الابيض لغايه البوزه التحتانيه. طيب وانا بعمل اكزامينشن لقيت الليفر شكله كده مش عاجبني. مره ثانيه مش مشكلتي. انا باخد اناتوميكال لاند مارك، ما باخدش شكل الليفر. يعني شكل الليفر طلع مبطوط ما بقى شكله مش عارف ايه مش قضيتش. انا قضيتي ان حضرتك تمسك البروب صح في الميد لاين بالظبط وما تجيبش لا يمين ولا شمال، الصوره تطلع قدامك قيس عليها. بشرط ان حضرتك حط البروب بربنديكولار على العيان لو واخد زاويه يمين ولا زاويه شمال. الاكسس الوحيد المسموح لي في المقاس هو الاكسس اللونجيتيودينال ده. انك تاخد انجل لفوق او انجل لتحت. لكن انجل يمين انجل شمال غير مسموح. ومره تانية فين الدافرام بتاعي اهو؟ ادي الهارت بيبلسيت، ادي اللور اند بتاعتي، يبقى انا هقيس من هنا لغايه هنا. لو زاد عن ال 10 سم بقينا غلط. اوكي؟ هبدا اودي ايدي
ناحيه الرايت شويه عشان اجيب الايه الميد كلافيكولار لاين، احط ايدي في الميد كلافيكولار لاين ومره ثانيه اجيب من عند الخط الابيض ده اللي هو الديافرام لغايه اللور اند. راح حضرتك سالتني ايه رايك في الصوره دي في المقاس، هقول لك وحش. ليه؟ اولا المقاس واخد الديافرام معايا، نمرة اتنين انا مش شايف اللور اند بتاعت الليفر، فانا متهيأ لي ان هو هنا. حضرتك لو في الحاله دي عندك حل من اتنين، هو ايه اللي حضرتك مش شايفه في الليفر؟ اللور اند. يبقى حضرتك مش شايف اللور اند، انزل بص عليه، يبقى اسحب ايدك لتحت سنتي. او ان حضرتك تصغر لي السايز بتاع الصوره. تصغر الدبس بتاعك سنه. وتبدا تجيب لي الليفر كله في الصوره بتاعتي. فيطلع المقاس بتاعي من اوله لاخره، عشان اقدر اقول ان المقاس بتاعي صح. ومره ثانيه هقيس من تحت الدافرام، مش واخد الدافرام معايا زي هنا، لغايه اللور اند، زي كده. في بعض الاحيان طبعا هنا الدافرام مش متاخد، هنا اللور اند وصل لها وجايبها. لو حضرتك مش عارف تجيب اللور اند وناقص حاجه صغيره، اطلع 2 3 مللي بره. لكن ما ينفعش ان حضرتك مثلا في الصوره زي الصوره اللي فاتت دي ان اطلع هنا تقول لي العامه هنا، اصل دول الليفر هيوصل هنا، ما ينفعش. انا مسموح لي 2 3 مللي كده بره الصوره، ده اقصى حاجه. لكن اكتر من كده لو حضرتك في حاجه تكنيكال غلط، حضرتك صلح الايه؟ التكنيك بتاعك. بعد ما شفت الليفر هبدا ابص على التكشر بتاعتي. التكشر بتاعتي المفترض ان هو يكون نورمال هوموجينس سموث اوت لاين، ما فيهوش اي فوكال ليجن، والتكشر بتاعته سلايتلي برايت عن الكدني اللي جنبه. يعني الليفر افتح سنه صغيره عن الكدني. عشان لما اجي اتكلم على الكدني بعد كده هقول والله الكدني اغمق سنه من الليفر، هي نفس المعنى. سموث اوت لاين هوموجينس سلايتلي برايت عن الكدني اللي جنبه. لو الليفر هيحصل فيه مشكله هيحصل عندي يا اما حاجه ديفيوز واخده الليفر كلها، يا اما فوكال ليجن موجود في الليفر. لو هبص على الديفيوز يبقى عندي الفاتي ليفر بالهيريزيزس والليفر سيروز. فاتي ليفر يعني بقى برايت، يعني بقى افتح كتير عن الكدني اللي جنبه. مره ثانيه انا باخد الريفرنس بتاعي هو الكدني، ومره ثانيه لو بقيته افتح من الكدني بدرجه واضحه بقى اسمه برايت ليفر، ما بقاش اسمه فاتي ليفر. فاتي ليفر ده يعني كلام غلط، انا بقول مره ثانيه برايت ليفر، بكتب برايت ليفر بارينكيماتس ليفر ديزيز فور كورليشن ويز ليفر فانكشن تيست. ليه؟ لان العيان اللي هو البرايت ده يمكن يكون اللي سيروزس. لما حضرتك تكتب لي ان العيان دوت فاتي ليفر انا اطمنت خلاص، العيان ده ما عندوش حاجه، فاتي ليفر زي كل المصريين عندهم فاتي ليفر، مفيش مشكله. لكن فعليا يمكن ده اللي سيروزس. يبقى لما الاقي فاتي ليفر بالمنظر ده مره ثانيه ده برايت، هكتب عليه برايت ليفر بارينكيماتس ليفر ديزيز. ما ينفعش تجيب لي عيان رفيع وتقول لي ده فاتي ليفر، ما تركبش. ما ينفعش تجيب لي عيان رفيع وعنده الليفر برايت بالمنظر ده ومعاه سبينو ميدالي وتكتب لي عليه فاتي ليفر، ما تركبش. فمره ثانيه عشان اخرج من هذا الكلام بكتب برايت ليفر بارينكيماتس ليفر ديزيز فور كورليشن مع الليفر فانكشن تيست. لو العيان الليفر فانكشن تيست بتاعته دبل النورمال غالبا ده فاتش. لو اكتر من دبل النورمال دوت مش فاتي ليفر مؤكد، ده بدايه ليفر سيروز. ده النورمال ليفر سلايتلي برايت، دوت برايت ليفر. يا مره ثانيه ده القصه بتاعت البرايت ليفر. مشكلتي في البرايت ليفر حاجه واحده، ان العيان ممكن يبقى عنده حاجه اسمها فوكال فات سبيرنج. يعني ايه فوكال فات سبيرنج؟ يعني حته في الليفر ما فيهاش فات. الليفر كله واخد فاتي انفلتريشن، كله برايت ما عدا حته زي دي هي الوحيده اللي الليفر سيل بتاعتها نورمال. فوكال فات سبيرنج. مشكلتي فيها انها الاحسن تكون فوكال ليجن. عشان حضرتك تعرف فوكال ليجن ولا لا، معظمها بتبقى واخده جيوغرافيكال ديستريبيوشن مش زي فوكال ليجن. كده واخده زي كده ايه خطوط مش ماشيه ريجولر قوي. نمرة اتنين كومن جدا تيجي عند المنطقه بتاعت البورتال فين والجول بلاتش. لكن هذا لا يمنع انها يمكن تكون فوكال ليجن. يبقى مره ثانيه انا في الاخر عايز اوصل للدياجنوز الصح عشان العيان. يبقى العيان مره ثانيه ده بطلب له سي تي كبيز لاين اتاكد. العيان اللي يحصل فيه خناقه بيننا وبين السي تي اللي هو مره ثانيه انا شايف فوكال ليجن، يروح يعمل سي تي يطلع نورمال، غالبا العيان دوت بتاع الفوكال فات سبيرنج لان هو نورمال. ففي السي تي هيطلع نورمال مفيش فيه اي حاجه خالص. مره ثانيه فوكال فات سبيرنج. جنب الجول بلادر بلاقيه هنا اهوت، ادي اهي. مره ثانيه زي الجزء ده. يبقى الاجزاء دوت المنظر ده وانا بعمل سكان الاقي جزء في الليفر كانه فوكال ليجن، مره ثانيه ده فوكال فات سبيرنج. لو حضرتك شايف فيه فيسلز غالبا هتلاقي الفيسل ماشيه جواه مرتاح. امال ايه اللي تخاف منه في الفيسل؟ اخاف ان الفيسل يكون مقطوع امبيوتيتد وصل لحد عنده واتقطع، او اسبليت لان دوت ليجن غلط فاتحطت جوه الفيسلز زقها او قطعها. فمره ثانيه لما الاقي ان الفيسل ماشيه جواه مرتاحه ما فيش فيها اي مشكله،
ده برضو مع ان دوت حاجه بناين ما فيهاش اي مشكله خالص. يبقى دي القصه بتاعت الفوكال الفاتس بيرنج. ادي الفوكال ليجن بتاعي تمام؟ مره ثانيه ما عنديش فيه اي مشكله وجنب منطقه البورتال فين دوت فوكال الفاتس بيرنج. الحاجه الثانيه بالهرزيزس. بالهرزيزس اي عيان تساله انت نزلت الترعه يقول لك اه، تقول له ده بالهرزيزس. عشان ما افضلش اقول كلام مش مظبوط، انا عندي حاجه لازم اشوفها وساعات لما الاقيها اقول ده بالهرزيزس. عايز الاقي 3 بورتال تراكت اكبر من 3 مليمتر في نفس الصوره. يعني ايه؟ دول البورتال تراكت. البورتال تراكت اللي احنا عارفين ان هو ماشي جواه بورتال فين وهيباتيك ارتري وبيليريرابيتي. الثلاثه ماشيين مع بعض جوه تراك واحد. التراك دوت متحوط بالخط الابيض ده اللي هو فايبر ستيشن. فاللي انا شايفه ده النقطه السوداء هو فعليا اللي بشوفه، الحاجه الوحيده اللي بقدر اشوفها جواه هي مين؟ البورتال فين. الهيباتيك ارتري والبيلي راديكال ما اشوفهمش. فيبان لي دايره بيضاء جواها نقطه سوداء. ده البورتال تراكت. انا عايز الاقي في العيان اللي بالهرزيزس، مش هقول ان دوت بالهرزيا الليبر الا لما الاقي 3 تراكت الثلاثه كل واحد فيهم اكبر من 3 ملم في البريفري بتاع الليبر، مش في السنتر بتاع الليبر، في نفس الصوره. 3 اكبر من 3 في البريفري بتاع الليبر. اشمعنى البريفري؟ هي كل ما تخش مور سنترال كل ما التراك دي تجمع مع بعضها فتبقى اكبر. يعني حضرتك لو جيت ناحيه البورتال بين هتلاقي البورتال بين 13 مللي، ما هو ده من جوه البورتال تراك. فما ينفعش حتى تقيس في السنتر بتاع الليبر، قيس لي مره ثانيه بره بريفري اكتر. يبقى 3 تراك كل واحد منهم اكبر من 3 ملم في البريفري بتاع الليبر اوتر اوتر. يعني ايه اوتر اوتر؟ يعني ابيض والاسود والابيض في المقاس. واخد المقاس كده، واخد الابيض والاسود والابيض بقيسهم الثلاثه مع بعض. يبقى 3 تراكت اكتر من 3 ملم كل واحد منهم في البريفري بتاع الليفر في نفس الصوره اوتر اوتر. لو حضرتك لقيت هذا الكلام اكتب عليه فاين بالهرزيال بالورتال فيبروز. اوكي؟ مش هقعد ادور في الليفر على 3 تراكت. حضرتك لو دورت على الليفر 3 تراكت اكبر من 3 هتلاقي 30. مره ثانيه 3 تراكت اكبر من 3 كل واحد فيهم في البريفري بتاع الليفر في نفس الصوره. تمام؟ وبقيسهم مره ثانيه اوتر اوتر. طبعا مره ثانيه ده البورتال تراكت اللي مالوش وول دوت الهيباتيك فينز. ومره ثانيه ما حدش يقيس دول لان دول مره ثانيه هيباتيك فينز. الهيباتيك فين مالهاش وول، البورتال تراكت او البورتال فين بنسميه ايه؟ ان هو لور. لو لقيتهم بقوا سكند بدرجه كبيره جدا ان انا بحط البروبا ليهم قدامي ببدا اكتب عليهم كورس. يبقى انا عندي يا اما فاين بالهرزه بالبورتال فيبروزس اللي هو مره ثانيه بنتخانق عليه اللي هو اكتر من 3 اكتر من 3 في البريفري بتاع الليفر في نفس الصوره اوتر اوتر. اول ما حضرتك تحط الصوره تلاقي شجره كده ابيض ماشيه في الليفر كلها دوت اللي هو الايه؟ الكورس بالهرزه بالبورتال فيبروزس، وده مش هنختلف عليه اللي هو زي كده. ده البورتال تراك وكل ده الفيبروزس اللي حواليه. زي شجره كده موجوده. يبقى ده النوعين بتوع الايه؟ البلهرزيزس اللي احنا ممكن نلاقيهم واحنا بنعمل اكزاميشن. تالت حاجه السيروزس. اما الاقي عيان عنده ليفر سيروزس بيبدا الليفر يبقى كورس، والاهم ان هو الاوتلاين بتاعه بقى الريجولر. اهم من ان هو يبقى كورس اه، ليه؟ لان حضرتك معظم الاجهزه الجديده بتخلي الصوره بتبقى كورس شويه من الاول. فحضرتك تيجي تشتغل على جهاز جديد تفاجئ انك عمال تكتب النهارده الليسته كلها كورس ليفر. فانا مش هكتب كلمه كورس ليفر الا لما اتاكد ان شايف ان الاوتلاين بتاعي مشرشر. في بعض الاحيان بنشتغل اوقات بالروب اللينير، ابص على الانتيريور سيرفيس بتاع الليفر ده. لو لقيته مش واخد كده ستريت لاين مرسوم وبدا يبقى في بوسي كده اوت لاين ابدا اتكلم ان دوت بقى كورس ليفر. اوكي؟ يا مره ثانيه الليفر يبقى كورس. يعني ايه كورس؟ بقى نقط ابيض كتير. والاوت لاين بتاعه بقى الريجولر. مره ثانيه الريجولر اوت لاين. الريجولر اوت لاين طبعا ده السكين والسبتينيس تيشو والانتيريور ابدومينال وول ماسل، ودوت مكان الاوت لاين بتاع الليفر. يبقى دوت مره ثانيه الريجولر اوت لاين بتاع الليفر مع الكورس ان هو منقط كتير جدا، ده ببدا اتكلم على ان هو ليفر سيروزس او كورس ليفر. مره ثانيه مشرشر ومعاه اسايتس. بعض الاحيان ممكن وانت بتشتغل تلاقي مره ثانيه ان هو مشرشر خالص الريجولر وكورس ومدى يبقى معاه فوكال ليجن. يبقى مره ثانيه المنظر بتاعي دوت ليفر سيروزس، سواء بقى معاه فوكال ليجن ريجيشن ديول مش عارف ايه بغض النظر ايه، لكن مره ثانيه ده المنظر بتاعي بتاع الليفر سيروز. فوكال ليجن في الليفر، اي فوكال ليجن حضرتك تلاقيه في الليفر لو سمحت تتعامل معاه على ان هو قد يكون مالجنت واطلب العين سيتي.
زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي حالا ان معظم الليش هقول لك هو ممكن يبقى هايبر بس هو يمكن هايبو واوقات يبقى ايزو في كل الليجنز. فمعنى كده مره ثانيه ان انا كل الليجن ممكن تبقى شبه بعضها. فعشان ما اخشش في القصه دي واشخص عيان تشخيص غلط، اي عيان بيجي لي عندي فوق الليجن بعمل له بيز لاين سي تي وعلى اساسه ببدا اكمل التريتمنت بتاعه. طبعا عندي قائمه طويله بالحاجات البناين والحاجات المالجنت. ايه راينا بده؟ اشمعنى؟ اني كوك اجيب لك صوره ثانيه اني كوك دلوقتي حالا لسوليد ليجن بنفس المنظر. حاجه اهم من كده اللي هو بيصير النهارده. تمام؟ يبقى ما تعتمدش ان هو اني كوك وهايبو. اني كوك وهايبو يمكن يكون سوليد ليجن ودي نفس المنظر. عشان افرق بين الاثنين حضرتك بتبص وراه اللي هو البند البيضاء الرفيعه اللي موجوده وراه. هي هنا بند بيضاء رفيعه عشان السيست صغير. لكن لو سيست اكبر البند اللي ورا هتبقى اكبر على قد مقاس السيست. لكن مش هقول كلمه سيست الا لما اشوف البند البيضاء دي. اوكي؟ يا مره ثانيه لو حضرتك شايف وراه البند البيضاء ان الحته اللي وراه افتح سنه يبقى حضرتك مره ثانيه بتقول لي ده ليفر سيست ما فيهاش اي مشكله والعين يروح. لو حضرتك ما شفتش البند البيضاء دي اصبحت سوليد ليجن واصبح العيان لازم ينزل من عندك يعمل سي تي. ايه راينا؟ شايفين البند قد السيست. يبقى دي سيست وقلنا ليه سيست مره ثانيه؟ ان وراه بيصير انهانسمنت. مره ثانيه سيست وراه بوستيريور انهانسمنت. يبقى المنظر ده منظر سيست اكتبه سيست وانا مرتاح تماما. ليفر سيست ما عنديش اي مشكله خالص. ايه راينا؟ هو هو نفس المنظر هايبو وكوك وحلو جدا ولكن ما وراهوش بوستيريور انهانسمنت. اصبح سوليد ليجن. سوليد ليجن يبقى انزل من عندك يعمل سي تي لان دوت مره ثانيه يمكن يكون مالجنت. يبقى الكي بتاع ان دوت سيست ولا مش سيست هو قصه البوستيريور انهانسمنت الموجوده. موجوده ولا مش موجوده؟ طبعا ده الفرق ما بين البوستيريور انهانسمنت هايبو وهايبو من غير البوستيريور انهانسمنت. يبقى على طول مره ثانيه الكي بتاعي هو البوستيريور انهانسمنت وده اللي بخش ادور عليه. دور لي في بوستيريور انهانسمنت ولا مفيش بوستيريور انهانسمنت؟ في ولا مفيش؟ في. تمام؟ يبقى سيمبل ليفر سيست. في ولا مفيش؟ مفيش. اصبح سوليد. في بعض الاحيان نادر جدا ان حضرتك تفتح عليه كلر تلاقي جوه كلر. لكن مش الساين ان انا لو ما لقيتش كلر بقى سيست. معظم الفوك ليجن الصغيره ديت ما بلاقيش جواها سيست بل جواها بلاد فيسل. فحضرتك هي مش احد الكريتيريا بتاعه ان هو ده سيست ولا لا. لو لقيت جواه بلاد فيسل خلاص اصبح سوليد. انا ما عنديش سيست جواه بلاد فيسل. لو لقيت جواه بلاد فيسل خلاص بقى سوليد. يعني زي كده. تمام؟ لقيت جواه نقطتين كده بلاد ماشين جوه الحمد لله ده سوليد خلاص. طبعا الاهم عندي ان هو ملوش بوستيريور انهانسمنت مره ثانيه. لكن ما تحاولش تشتغل بتصد الكلر دي انها الحاجات الاساسيه لان ممكن جدا جهازك ما يبقاش قوي جدا او البروسيس بتاعك مش مظبوط. يعني مره ثانيه انا هعتمد على البوستيريور انهانسمنت 100 مره اكتر ما اعتمد على الكلر بتاعي. ايه راينا؟ سيمبل ليفر سيست ولا مش سيمبل ليفر سيست؟ مفيش حاجه اسمها سيمبل ليفر وجواه سبتيشن. ده سيمبل ولا جوه سبتيشن؟ ده مش سبتيشن. ده يعني مش صح ما اقولش عليه سيمبل. يبقى ده سبتيتد ليفر سيست لان دوت مش السيمبل ليفر اللي انا عارفه. اوكي ولكنه سيست. يعني مش مختلفين ده سيست بس الترمينولوجي بتاع ان انا اكتب عليه سيمبل مش هكتب عليه سيمبل. اوكي؟ مره ثانيه سيست حلو جدا. سيست ولا مش سيست؟ مشكلتي ده هو ان الانهانسمنت بتاعه هيبقى ورا هيبقى هنا في الشارع هنا مش عارف اجيبه. لكن مره ثانيه السايز الكبير ده ممكن تستخدم فيه الكلر. واوقات لما تبص عليه تلاقي جواه الحاجات الكونتنت بتلعب جواه قدامك في الصوره وانت بتشتغل تلاقي كده الكونتنت بتلعب فيها وانت شغال. طيب لو سالت حضرتك هو الدياجنوز هنا يبقى ايه؟ ده سيست هدياجنوز ايه؟ خلاص ده سيست احنا اتفقنا انه سيست. ها؟ لا عايز دياجنوز هايدراتد احد الاحتمالات. الاحتمال الثاني اميبك تختار بين في ده اكتر مين؟ طبعا ده عند الديافرام اللي بيبقى عند الديافرام اكتر اللي هو مره ثانيه قصه الاميبك اكتر شويه ان هو ده اللي بيخرج من الديافرام ويعدي الناحيه الثانيه. ولكن هذا مش اكسكلوجن. لو عايز اكسكلود اعمل ايه؟ اعمل ايه لاب للعيان؟ اقول ده هايدراتد ولا لا؟ كازوني بتاع زمان ده عظيم. طيب تسحب ولا ما تسحبش؟ تسحبش. نسحب ولا ما تسحبش؟ البديل ايه؟
اكسجين هفتح ليفر وهوصل الديافرام. انا عشان اخاف من عيان لحسن يحصل له اي حاجه فانا هفتح عيان لابراتوري وهخش افتح هيشيل الليفر ولغايه تحت الديافرام ان شاء الله. العيان لو عدى هيبقى سيف ان شاء الله. ها؟ وانا خايف منه في ايه؟ خايف منه في انافلاكتيك شوك بتاعت هيداتد. طبعا انا الاول هتاكد ان كازوني انه هيداتد. لو مش هيداتد هسحب مره ثانيه. لو هيداتد برضه هسحب. بس انا خايف من ايه مره ثانيه؟ الانافلاكسس. هبدا اجهز الحاجات بتاعت الانافلاكسس. طبعا اي مكان فيه حضرتك وانت في المكان بتقول يا جماعه طول السرنجه بتجي لك في ثانيه. وما لك لو قلت بقى سولو كورتيف او الكلام اللي عجيب كانيولا يا جماعه هتجي لكم بعد سنتين. عظيم. مره ثانيه عشان حل هذه المشكله حضرتك لو شاكك ان عيان عنده هيداتد لو سمحت جهز معاك دكتور تخدير معاه اللانجوسكوب بتاعه مركب العين كانيولا معاك الحاجات اللي هي انتي الرجيك معاك السولو كورتيف معاك مش عارف ايه بحيث ان حضرتك لو حصل في 90% 99% ما بيحصلش. تمام؟ لكن يمكن حضرتك حظك العاسل العين رقم 100 هو بتاعك. سليم؟ فحضرتك تاكد انك واخد المانوفرز الصح عشان ما يحصلش لمشكله عين ايه؟ مشكله. لكن مره ثانيه البديل بتاعك البديل اسوء بكتير جدا. اوكي؟ سيست في السيتي. مش لازم يعني مش احد الكراتيه. بس مره ثانيه حضرتك مره ثانيه مطلوب انك تشخص الى حد ما بالصناعه. تمام؟ لكن مره ثانيه لو هتعمل سيتي 99% هتعمل عين سيتي. اوكي؟ ايه راينا؟ سوليد ولا سيستك؟ طب سيستك والوول عامل كده ليه؟ حاجه من اثنين، يا حضرتك بتكلمني على ديجنريشن في تيومر، يا حضرتك بتكلمني على انفكشن اللي هو يبقى له وول سيك والريجولار وده البص اللي موجود جوه ودوت مره ثانيه الاوتلاين بتاعه ده اللي هينفعني فيه السي تي. ومره ثانيه دوت لو اوقات لو دوت انفكشن فتحت عليه كلر ممكن تلاقي حواليه كلر موجود. مره ثانيه سيست ضخم نفس القصه ممكن يبقى هيدات ممكن يبقى انفكشن. ايه راينا؟ هيدات ملوش تفاهم ثاني بدا يبقى في اكسبتيشن والمنظر ده خلاص بقينا هيدات. ايه راينا؟ دي صوره من تكست لان احنا عمرنا ما شفناها. ده ما يسمى الووتر ليلي بتاع اللي هو الساين بتاعت الايه الهيداتد اللي هو ورد النيل اللي نايم على السطح دوت. ما شفناهاش ودي صوره من تكست مره ثانيه ما حدش شافها تقريبا خالص. نادر جدا جدا الاقي الدوتر سيست اشوفها جوه الايه الهيداتد. عاده بنشوف سيست فاضي كده من جوه ما فيهوش اي حاجه. ده بعد الاسبيريشن. بعد ما نعمل اسبيريشن هو الهيداتد له وول من بره وله انتيريور وول تاني. اول ما بتسحب اللي جوه الانتيريور ده بيكون لابس على بعضه ويديك المنظر العجيب دوت. يبقى حضرتك لو شفت المنظر ده تاكد ان العين ده مش عامل اسبيريشن قبل كده لان ممكن يقعد بعد سنه او سنتين تلاقي المنظر موجود. حصل صغير بالمنظر ده وموجود جواه الايه؟ الشكل اللي عايشه. بناين ليجن عندي قائمه طويله من بناين ليجنز اللي الاقيها في الليبر منها الفوكال فاتس بيرنج الهيمنجيوما الادينوما فوكال نودل هايبربريزيا وريجن ايه؟ ريجنريشن نودل. اتفقنا على الجزء بتاع الفوكال فاتس بيرنج اللي جنب الجول بلادر وعند البورتال فين بيبقى هايبو في عيان برايت. طيب من فوكال ليجن اكتب على دي بيكشر از ذات اوف. عظيم جدا. القصه ان العيان اللي عنده هيباتوسيليا كارسينوما اقل من 3 سم هيجيب نفس المنظر. مره ثانيه ما تفرحش قوي بالقصه انت شايف حاجه بالمنظر ده. حضرتك مره ثانيه لما تلاقي فوكال ليجن لو سمحت اطلب له سي تي. لو العيان يعني صحصح شويه هيقول لك انا عارف بس انا عندي وحمه موجوده في الليفر. لو العيان قال لك هذا الكلام يبقى الدور بتاعي نعرف السايز بتاعها اختلف ولا لا. الهيمنجيوما السايز بتاعها يكاد يكون ثابت. الفوكال ليجن بيدبل كل 6 اشهر. تمام؟ يبقى لما الاقي الفوكال ليجن ده هكتب بيكتشر ويل ديفايند هايبر اكويك فوكال ليجن موجود مش عارف ايه لايكلي هيمنجيوما سي تي از ريكومندد فور فيرزر ايفالويشن. عشان يمكن تكون مره ثانيه انها تطلع هيباتوسيليا كارسينوما. مرة تانية ويل ديفاين فوكال ليجن سب كابسولار مع هيمنجيوما ما عندش مشاكل لكن يمكن تطلع أي حاجة تانية. فوكال نودل هايبربليزيا مرة تانية من الحاجات الكومن جدا إن أنا ألاقيها لكن حضرتك مرة تانية هيقول لك إنها أيزوكوك لكن ممكن تبقى هايبر أو هايبر. يعني ممكن تبقى أي حاجة. فبالتالي مرة تانية علشان ما أقعش في هذا الكلام أما ألاقي فوكال ليجن بغض النظر هو إيه؟
انا ما عنديش اي يعني تالنت في القصه ان انا اقول لك البيكشر از ذات اوف بيكشر ذات اوف دي بتاعت باثولوجي يقول لك ده ايه او ان سي تي ساعدني يقول لي هي ايه. لكن مره ثانيه انا المهمه بتاعتي ان اطلع الفوكال ليجن نفسه ان ما حصلش عندي ان انا امس فوكال ليجن في العيان تمام. لكن ما فيش اي تالنت قوي جدا يقول ان انا ادور بيكشر ذات اوف هيمانجيوما لان لو ما طلعش هيمانجيوما مره ثانيه دي كارثه لان حضرتك مره ثانيه العيان بس هي كارسينوما وحضرتك فرحان ان انت قايل عليه هيمانجيوما ما ينفعش. ايزو اوكوك شكله شكل الليبر اللي جنبه يمكن الحاجه الوحيده اللي خلتنا نبص عليه ان الاوتلاين بتاعه طلع لبره ونبدا نلاقي ان في حاجه كده طالعه لبره او طلع لبره ليه؟ ده في فوكال ليجن تمام؟ يا مره ثانيه ايزو اوكوك اوقات الاقي جواك بلاد فيسل مره ثانيه انا القصه بتاعت الدوبلر بتتشاف بس على حسب الجهاز اللي حضرتك شغال عليه تمام؟ مره ثانيه سلايتلي هايبو اوكوك مقارنه ببقيه الليفر بلاد فيسل موجود جواه السكار اللي موجود في النص ادينوما مره ثانيه ايزو او هايبو حضرتك هتلاقي ان كلهم شبه بعض يعني فعليا اي واحده فيهم ممكن تبقى ايزو هايبو هايبر فبالتالي قصه ان اقول باثولوجيكال دايجنوزس مش صح. قول لي في فوكال ليجن لايكلي كذا. فور فيرز ايفالويشن سي تي ممكن في بعض الاحيان ما نعرفش بالسي تي فيتعمل ام ار ممكن ما نعرفش بنعمل بايوبسي. تمام؟ فمره ثانيه ما تدخلش نفسك في قصه باثولوجي. لكن انا المهم عندي انك تقول لي ان الرايت لوب في فوكال ليجن في الحته الفلانيه. ده المشكله الاساسيه اللي عندي، لكن مش هقعد اختلف على هو الليجن ده كان ايه باثولوجي. لا يوجد فيها اي تالنت بالنسبه لي. مره ثانيه فوكال ليجن اعمل بلج بره الاوتلاين بتاعي فوق الليجن. طبعا دوت بدانا نخش فيه عيان ليبر سيروزس ليه سيروزس كورس رجل اوتلاين وعيان عنده شويه اسايتس وعنده فوق الليجن هيباتسويا كارسينوما الاكثر ايه يعني واقعيه انها تكون هيباتسويا كارسينوما. مره ثانيه فوق الليجن مالتيبلستي مره ثانيه مع ان هو يكون متاسس. طبعا عادة زي ما هنتكلم حالا دلوقتي هنبدا نقول لو لقيت فوكال ليجن هبدا اقول في انهي سيجمنت زي ما هنتكلم حالا دلوقتي. لكن لو مالتيبل زي العيان اللي فات اللي هو زي العيان ده بكتب مالتيبل فوكال ليجن اللارجست موجود في الرايت لوب اللارجست موجود في الليفت لوب لكن ما بقولش في انهي سيجمنت. ايه راينا؟ في فوكال ليجن موجود هنا. ومالتيبل فوكال ليجن عظيم. مالتيبل فوكال ليجن. مالتيبلستي مره ثانيه مع متاسس. ايه راينا؟ مالتيبل فوكال ليجن. خد بالك ان الليفر جواه حاجات كتيره جدا ومديك منظر هيتروجينس. تمام؟ يعني ادي واحد كذا فوكال ليجن مليان. تمام؟ ومره ثانيه حضرتك بتعمل اكزامينشن تاكد ان العيان بتاعي ده في فوكال ليجن ولا مفيش، في سنجل ولا مالتيبل. مره ثانيه ادي الليجن ده نفس العيان اللي فات اهو، ادي واحده وادي واحده، طبعا دي عامله بلج بره، وادي واحده ثالثه. لو مسكت الليفر حته حته هتلاقيه مليان فوكال ليجنز. مره ثانيه المالتيبلستي مع المالجنسي في العيان. كل ده شكلها ايه؟ متاسسز مالتيبل سمول فوكال ليجنز. كل دول فوكال ايه؟ فوكال ليجن. ممكن تبقى ريجن نجول. طبعا العيان لو ليبر سيروزس وكان ده بيبقى قصه الريجن نجول قائم جدا. فوكال ليجن. بعد ما شفت السايز وشفت التكشر اذا كان في فوكال ليجن ولا لا، ديفيوز ديزيز ولا لا، هبدا ابص على الفيسلز. الفيسل تهمني ليه؟ لان الفيسل هحتاجها في تقسيم الليفر حالا دلوقتي. انا اقول عليه السيجمنت بتاعت الليفر. الليفر عندي فيه البورتال فين وعندي فيه الهيباتيك فينز. البورتال فين بيخش في الهايلاند بتاع الليفر، يبقى انا بعمل اكزامينيشن متوقع اشوف الليفر والايه والبورتال فين داخل جواه بالمنظر ده. اللي هو المنظر ده. ده الهايلاند بتاع الليفر. اللي هو البورتا هيباكس اهو. يبقى انا عايز اقيس البورتال فين هقيسه هنا. اوعى تقيسه جوه. حضرتك لو قست جوه حضرتك غالبا قايس في البرانش الرايت او الليفت. حضرتك لو عايز تقيس قيس في البورتا هيباكس عند الليفل ده. هو داخل الليفر والمقاس بتاعه ما يزيدش عن 13 ملم. يبقى 13 ملي هو ده الكات اوف بتاعي وما يزيدش عن كده. مره ثانيه بورتال فين دخل قسم راح برانش ليفت وبرانش رايت
مره ثانيه حضرتك لو قست جوه هتقيس في البرانشات. دايما بقيس عند البورت هيباتس عشان ابقى متاكد ان انا قايس البورت الفين بالسايز بتاعه هو كده. هيباتيك فينز هم في اعلى حته في الليفر بيخشوا في الاي بي سي. يبقى متوقع الاقي ثلاثه ستراكشرز ثلاثه فينز واشوف معاهم الاي بي سي اللي هو هيبان تي اس مدور. مره ثانيه ادي الاي بي سي وادي الفينز اللي طالعه داخله منه. حضرتك لازم تشوف لي ثلاثه. وحضرتك لازم تعود نفسك انك تشوف الثلاثه. لان حضرتك هتحتاجهم حالا في تقسيم الليفر. لو حضرتك مش متعود انك تشوفهم وتطلعهم العيان اللي في فوكال ليجن هتتفاجئ انك بتدور على الهيباتيك بينز مش عارف تجيبهم. فحضرتك عود نفسك من الاول انك في الاكزام تبص عليهم كده نظره سريعه وانت شغال. ممكن الاقي كل واحد منهم داخل لوحده في الاي بي سي، ممكن الاقي اثنين داخلين مع بعض واحد داخل لوحده، ممكن الاقي ثلاثه داخلين بكومن ترانك جوه الاي بي سي، ما تفرقش معايا. لكن اللي يفرق معايا ان اشوف الثلاثه هيباتيك بينز في الصوره بتاعتي. مره ثانيه برانش اثنين الثالث لسه مش باين. بمعنى ان حضرتك مش لازم تشوف الثلاثه في نفس الصوره. يعني حضرتك وانا بعمل سكان هلاقي واحد اثنين والاقي الثالث بيبان في ليفل لوحده مش مشكله، بس حضرتك لازم تشوف الثلاثه في الاكزيميشن بتاعك. مره ثانيه اي بي سي برانش اثنين الثالث لسه مش باين معايا. خد بالك انك لو لقيت ان في برانش منهم مش موجود خالص بقى في مشكله عند العيان بقى عنده فينو اوكلوز ديزيز. فحضرتك لازم تدور عليه مره ثانيه. لو حضرتك مش شايفه قوي حط كلر يمكن يجي معاك بالكلر. في بعض الاحيان يبان بقى شكله بالكلر يبان احسن ما نشوفه بالعادي. مرة تانية واحد اثنين التالت مش باين معايا. انتر هيباتيك بيلي راديكلز هو النورمال انتر هيباتيك بيلي راديكلز مقاسهم قد ايه؟ نوت سين. لان حضرتك لو شفتهم اصبح العين ده عنده اوبستراكتيف جونز. مرة تانية لو حضرتك شفت الانتر هيباتيك بيلي راديكلز العين بقى عنده اوبستراكتيف جونز. العين بيجي لك عنده جوندس، حضرتك مطلوب من حضرتك تقول لي هو ده اوبستراكتيف ولا ميديكال. الفرق بين الاثنين ان حضرتك لو لقيت انتر هيباتيك بيلي راديكل اصبح العين عنده اوبستراكتيف جوندس. اشوفها ازاي؟ احنا اتفقنا ان البورتا تراكت اللي جواه ثلاثه ستراكشر فين وارتري وبيليري. اللي بشوفه هو الفين بس، الارتري عمري ما اشوفه. يبقى حضرتك لو لقيت الفين ومعاه ستراكشر ثاني جنبيه يبقى واحد منهم فين وواحد منهم بيليري. هشوفهم ازاي؟ ان حضرتك في الصوره ال اس تلاقي خطين ماشيين جنب بعض. ليه ماشيين جنب بعض؟ ان هم الاثنين في نفس التراك، هم الاثنين بارل لبعضهم. فيسموهم ترام لاين، يسموهم بارل لاينز، ان حضرتك تشوف خطين ماشيين جنب بعض في الليفر ما ينفعش. لو حضرتك هتقول لي ممكن واحد منهم بورتال فين وواحد منهم باتيك فين. استحاله الاثنين يمشوا بارل مع بعضهم. الاستراكشر ده ماشي عكس الاستراكشر ده، الاثنين عكس بعض. تمام؟ استحاله يمشوا بارل لبعض. يبقى حضرتك لما تبص على عيان تلاقي عنده واحد اثنين حاجتين بارل لبعضهم، العيان ده عنده بسرعه الجونز. تمام؟ مرة تانية خطين بارل لبعضهم، ما عنديش في الليفر خطين بارل لبعض. عندي يتقسموا، يعني يطلع يتقسم اثنين يتقسم اثنين، لكن عمره ما يطلع خطين ماشيين مع بعض. لو حضرتك شفت خطين ماشيين مع بعض حضرتك قول لي على طول العيان ده عنده اوبستراكتيف جونز او اوبستراكتيف جونز. في بعض الاحيان تلاقي الاستراكشر بالمنظر ده، هو ده بورتال فين ولا بيلي راديكل ولا ايه بالظبط؟ ببساطة شديدة حضرتك حط لي كلر وشوف. في كلر ولا مفيش؟ يبقى دوت ماركت دايليتد كومن باير دكت. اوكي؟ يبقى بستخدم الكلر اوقات ان يقول لي دوت هو فعلا ده بيلري ولا دوت بورتال فين؟ استخدمه عشان اعرف المنظر ده. طب هل انا عندي هنا اي مشكله في البريسيت بتاع الجهاز؟ هل انا هنا الكلر بتاعي مش مظبوط؟ لا الكلر بتاعي مظبوط قوي لان جايب كلر جوه الليفر. لو حضرتك الكلر بتاعك ده مش مظبوط يبقى حضرتك مش هتشوف لا جوه ولا هنا. لان حضرتك يمكن الكلر بتاعك معمول اقل من العادي. حد لاعب الجهاز بتاعك مش شغال صح. يبقى حضرتك كونك شايف فيسلز ثانيه يبقى حضرتك البريسيت بتاعك ده مظبوط وكان لازم تشوف جواه فيسل هنا. مش شايف فيسل يساوي ان دوت مش فيسل مش بلاد فيسل يساوي ان دوت على طول ايه؟ بيلي دايليتد كومن باير دكت. ماركت دايليتد كومن باير دكت. ايه راينا؟ اوبستراكتيف ولا نون اوبستراكتيف؟ في ستونز اهم لو حضرتك بصيت على البرانش اللي هنا ده يمكن هو على اقصى وضوح طبعا ده مايلد دايليتد وده اللي يهمني تعرفه. انا مش عايز اعرف الخرطوم اللي كان موجود في الصوره اللي فاتت. اللي فات ده ما كانش فيه اي تالنت خالص ان اي حد يحط هيجيبه. لكن انا يهمني حضرتك تبص هنا هتلاقي ان في خطين ماشيين جنب بعض. تمام؟
يبقى حضرتك مره ثانيه لو لقيتها الخطين الرفيعين اللي حضرتك شايفهم رفيعين قوي قوي اه ده اللي يهمني تعرف تمام. لان حضرتك لو لقيت هذا المنظر العين ده اوبستراكتيف جوندس ده سيرجيكال كيس نتيجه ان عنده اوبستراكتيف من غالبا من واحده من الجول بلادر ستونز اللي نزلت تحت اهم خطين رفيعين من بعض خطين رفيعين من بعض يبقى العين ده اوبستراكتيف جوندس. مره ثانيه اللي يهمني تعرفه هو الحاجات الصغيره قوي قوي اللي بالمنظر ده. ايه راينا؟ خطوط ماشيه بدل لبعضيها خطين تمام؟ يبقى على طول ده اوبستراكتيف جونز. حضرتك بقى بتقول لي هو واخد ليفت لوب بس ولا واخد رايت لوب بس ولا واخد البوست لوبس مور سنترال ولا بريفرال ولا واخد الليبر كله على حسب الديجري بتاعه الدايلتيشن الموجوده عندي. فاسكولار ريجن ممكن الاقي ايه في الفيسلز؟ حضرتك غالبا بنتكلم على ان يكون فيه ثرومبس. طبعا ده البورتال فين ده الاي بي سي. بورتال فين بتاعنا اللي شايفينه صغير من شويه صغيره. بورتال فين بالكلر ايه راينا؟ ثرومبس لان ما بقاش جيت بلاك ما بقاش بلاك ده جواه فيلنج ديفكت موجود جواه فهو ثرومبوز في البورتال فين. مره ثانيه بورتال فين ثرومبوز بورتال فين ثرومبوز بورتال فين ثرومبوز بورتال فين ثرومبوز وجواها كلر تمام. هو ينفع حضرتك تلاقي كلر جوه ثرومبس؟ ما ده تيوبر ثرومبس. البلاد كلوت ما ثرومبس دي بلاد كلوت. البلاد كلوت ما ينفعش يمشي جواها بلاد فيسل. لما حضرتك تلاقي بلاد كلوت ماشي جواها بلاد فيسل تبقى تشو. ما ينفعش تسميها ثرومبوز عاديه. يبقى دوت مش ثرومبوز ده بورتال فين ثرومبوز بماس. تمام؟ يبقى ده اسمه تيومرال ثرومبس. تيومر انفيدنج بورتال فين وعامل ايه المنظر اللي قدامي دوت. ايه راينا؟ هو البورتال فين لو حضرتك هتكلم ان ده بورتال فين كان لازم يكون داخل جوه الليفر لكن ده بره الليفر. فارسز بينه وبين الكدني ده مالتيبل دايركت تورشوز فينز اللي هو فاريكوستي اللي هو على طول يساوي بالنسبه لي بورتال هايبرتنشن. نخش في القصه السهله جدا اللي هي الليفر سيجمنت. الليفر سيجمنت انا ببص على الليفر بقسم الليفر الى 8 سيجمنت هم فعلا 9 بس هنتكلم فيها اولا ايه 8 اولانيين. 4 سيجمنت في الجزء الفوقاني واربعه التحتاني. انا هتخيل ان الليفر بتاعي دوت حته كيكه رحت قطعها بالعرض. لما قطعتها بالعرض اصبح عندي طنشه كده موجوده فوق وطنشه تحت. الفوقانيه فيها 4 سيجمنت عشان ما انساهمش هما 2 في 4 ب 8 و 7 اب. اوكي؟ يبقى لما اسال حضرتك احنا عندي ايه الاربع سيجمنت اللي فوق تقول لي 2 4 8 2 في 4 ب 8 و 7. اللي تحت ورا بعضهم 3 4 5 6. اوكي؟ يبقى انا لما قطعت القطعه بتاعتي الاولانيه طلع لي فوق 4 سيجمنت اللي هم مره ثانيه 2 4 8 7 وتحت 3 4 5 6. لحد كده مش عارف اقول مكان الفوكال ليجن فين. الدنيا واسعه قوي. فانا عايز اخلي الدنيا اصغر شويه. فهاخد الثلاثه هيباتيك بينز دول اللي هم الرايت والميدل والليفت. اقسمه مره ثانيه يبقى كاني بقطع تورتايه بقت شريحه فوق وشريحه تحت مثلثه كل مثلثه فيها شريحتين واحده فوق وواحده تحت. يبقى انا لما اقطع بالمنظر ده اللي بره الليفت خالص 2 و3 اللي ما بين الليفت والميدل 4 اي و4 بي اللي ما بين الميدل والرايت 8 و5 اللي بره الرايت 7 و6 واستخسر حضرتك تحفظهم بالترتيب اللي هو الفوقاني الاول ثم التحتين عشان يبقى اسهل عليك في الايه؟ في الحفظ بتاعك. يبقى انا مره ثانيه لو بصيت ده بورتال فين. يبقى انا فوقي فيه 4 سيجمنت اللي هم مين؟ 8 7 حلو جدا. لو تحت بورتال فين تحتيه 3 4 5 6 حلو جدا. 3 4 5 6 حلو قوي. هيباتيك فينز واحد ناحيه الليفت ميدل رايت. طبعا الابيضات دول بورتا تراكت لكن لو اعتبرنا ان ده فوكال ليجن سيجمنت كام؟ 4 يا اما 4 اي 4 بي لان تديني 2 سيجمنت لحد هذه المرحله لازم تقول لي 2 سيجمنت ان هو في مثلثه. ليه قلنا 4؟ لان اول واحده هنا 2 وراها 4 وراها 8 وراها 7 ولو تحت كنا 3 يبقى دي 4 مره ثانيه 5 6 مره ثانيه لو الفوكال ليجن هنا او بلاش خلي الفوكال ليجن هنا يا 8 يا 5 لازم تقول لي رقمين لحد هذه المره حلقه لازم تقول لي رقمين. يبقى انا كده حددت نفسي في 2 سيجمنت تمام. اللي باقي بقى على حضرتك انك تعمل سكان
انا خلاص دلوقتي يا 8 يا 5 ما عنديش فيها مشاكل. انا هعمل سكان من اول الدوم بتاعت الليبر لغايه تحت. بعمل سكان لقيت الفوكال ليجن ثم البورتال فين ثم بقيه الليبر. يبقى ده معناه ان فوق الايه؟ البورتال فين يبقى 8. لو حضرتك بتعمل شايف الليبر نورمال 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 بورتال فين ثم الفوكال ليجن يبقى ده 5. يبقى حضرتك في المرحله الاولى هات الهيماتيك فينز عشان كده قلت لحضرتك وتعود انك تعرف تجيبهم من الاول. جبته قول لي الفوكال ليجن ده في انهي حته اديني 2 سيجمنت. المرحله اللي بعد كده اسكان الليبر من فوق لتحت وقول لي هو الليجن ده اعلى من البورتال ولا تحت البورتال. اوكي؟ مره ثانيه هنا يا لازم تقول 2 يا 8 يا 5 انهي سيجمنت؟ حد مش عارف ان دوت 4 ايه و4 بي؟ حد عنده مشكله ان دوت 4 ايه و4 او 4 ايه او 4 بي؟ اي حد عنده مشكله في السيجمنتس نعيدها تاني وتالت ورابع. تمام؟ يبقى مره تانيه ادي واحد راحت ناحيه الرايت ادي الميدل وادي الايه؟ الليفت. اهو يبقى دوت ما بين الليفت والميدل. بين الليفت والميدل يبقى 4 ايه 4 بي. يبقى كل ما تقول لحضرتك انك تعمل سكان من فوق لتحت وتقول لي هو اعلى من البورتال فين ولا تحت البورتال فين. اوكي؟ يبقى مره ثانيه ده فوكال ليجن في سيجمنت 4 اما A او B. طيب انا كده خدت 2 3 4 5 6 7 8 فين واحد؟ واحد ده هو الكوديت. واحد مره ثانيه على راسه ريشه. ليه على راسه ريشه؟ لان هو اولا واخد دبل بلاد سبلاي. يكبر لما الليفر يصغر. تمام؟ يعني هو كله ماشي عكس الليفر. ومرة تانية لما بقسمه بقسمه لوحده. عايز الاقي الجزء بتاع الكوديت اعمل ايه؟ مرة تانية حضرتك بتجيب لي الليفل اللي موجود فيه الاي بي سي والبورتال فين. بورتال فين واي بي سي. حضرتك شايف الاثنين طبعا اي حد فينا بيعرف يجيب البورتال فين مفيش اي مشكلة. حضرتك لو عملت سكان فوق وتحت هيطلع معاك الاي بي سي. الحتة اللي ما بين الاثنين هنا اهوت ديت الكوديت. يبقى سهل جدا انك تعرف تجيب لي كوديت لوب ان حضرتك لو عرفت تجيب البورتال فين حضرتك هتلاقي لو بصيت هتلاقي الاي في سي الحته دي هي الايه؟ الكوديت لوب. البرانش ده ايه؟ هيباتيك ولا بورتال؟ ليه؟ ملوش وول. لو كان له وول زي ده كان بقى بورتال. بما ان هو ملوش وول يبقى ده هيباتيك. يبقى الحته دي مره ثانيه هي الجزء بتاعي بتاع الكوديت لوب. يبقى ده المنظر بتاعي مره ثانيه ازاي اطلع الكوديت لوب بطريقه بسيطه جدا. ادي البورتال ادي الاي بي سي ادي الكوديت لوب بتاعي. بورتال فين اي بي سي واحد من الهيباتيك فينز وادي الكوديت لوب. يبقى انا كده عرفت اجيب ايه التسعه سيجمنت بتوعي بتوع الليفر كلهم من اول للاخر. اي اسئله لحضراتكم في الجزء بتاع الليفر؟ ممكن ليفت لوب يكبر لوحده. اللارج ليفت لوب. بس قبل ما بقولها بقيس الليبر مره واثنين وثلاثه. يعني بتاكد. ساعتها اشوف في الكوديت ولا في الليفت؟ لا 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 كوديت حاجه وليفت حاجه. بس طبعا بص عليها يعني اكيد هبص عليها. بس صعب انك تقول لي ان حد متلخبط في الليفت مع كوديت. مقارنه بمين؟ ما عمره ما يبقى برايت اكتر من كدني لدرجه ان هو تسميه فاتي او اللي هو برايت ليفر. لدرجه ان هو بتاع لو حضرتك مش شايف البول بتاع البورتا تراك يبقى ده برات ليبر على طول ده فاتي ليبر او برات ليبر حتى لو سنه حتى لو سنه بس متوقع ان السنه الاقي اصلا برايت. حضرتك لما بتلاقي حاجه بقى المنظر ده غير البوزيشن بتاع العيان. يعني خد زاويه ثانيه انجل ثانيه. تمام؟ لكن حضرتك لازم تشوف الجزء بتاع البورتا تراك لازم. اوكي؟ كل سوق خدناك الكودر اوكي انت بتاخد اللور اند مش عليه اختلاف ان دي اوطى نقطه في الليفر سليم بس كانت الابر اند حلو قوي. الابر اند حضرتك عايز تاخدها من ورا بالعادي حضرتك واخد البوستيريور سيرفس بتاع الليفر. انا بقيس دايما من الدوم. الدوم عامله مقوسه كده بوص فلازم اقيس من الدوم ما بقيسش من قدام او ورا. مره ثانيه حضرتك لو هو عامل مثلث كده الجزء ده كيرفت صح كده؟ حضرتك لو قست كده بس مقاسك غلط. لو قست كده بس مقاسك غلط. انا بقيسه النص وباخد جزء من القرش بتاع الدايفرام تمام اللي هو اعلى جزء اقدر اجيبه اللي هو القرش بتاعي وباخد لغايه اللور اند. فعمره ما حضرتك هتشوفه ماشي بالعرض او ماشي بالعرض. انت واخد ارض.
نصحى يومين نهاية واخد مرة تانية من الدوم بتاعت التدريب. لو اصغر من السايز بتاعها يعني لو اصغر من السايز بتاع كومباين دارت وهي قاعده جوه الباي بيعدي ومش عامله كفايه برش. هنقول لك حاجه ماشي حاجه ما بقاش سيمبل لكنها سيستم وراها بسين وهانزل بسيستم حطها سي في بس هي مرنها حطها عامل كانها سسبشن دي مش سيمبل سيستم هتعملها فولو اب وكل حاجه لكنها طبعا اقل من انا السوليد ده مش سوليد لكن مره ثانيه عشان يكونفيرم هذا الدايجنوز هي ما بقاش سيمبل ممكن تعملها سي على حسب السايز لو واحد مره ثانيه اتكلمنا على مساله ان هي حجمها 2 سم ولا 3 سم اعملها سي في يمكن تاخد الهانسلت معاك يمكن جواها صوره بطن انت مش شايف كل حاجه. اوكي؟ اي اسئله في الليبر؟ ماليش دعوه فيها. لما تشتغل سونار انسى السيجمنت بتاع السي تي. انساها. لما تشتغل سي تي انسى السيجمنت بتاع السونار. ان سبعه موجوده ورا وان مش عارف ايه الكلام الحلو ده مش تبعنا. ليه؟ لان حضرتك في كل الاحوال انت لما بتبص عليه العين سي تي انت شايف الليبر زي ما هو موجود في العيان. هو فعلا سبعه موجوده ورا. لكن حضرتك لما ببص انا في السونار بتاعي ببص بانجل ممكن ابص كده. فيطلع ان السيجمنت هنا قدام او جايبها لك قدام زي ما انت عايز. فقصه السي تي انسى السيجمنت بتاع السي تي. انا هنا هو تحت ريليشن بالنسبه لباقي البيت. انسى القصه بتاع السي وانت بتشتغل سونار والعكس وانت بتشتغل سي تي. اوكي؟